التدان وكذلك على مستوى اللجان وغيره. وغادي نرجعوا لبعض النقاط المتعلقه بهذا الاخضاء اللي بلغوا لي الساده الرؤساء الفرق والرؤساء اللجان والساده النواب الرئيس انه في عندنا مستوى عالي من النقاش. كنظن ان الاجواء اليوم اللي عرفت الدوره ديال مجلس المدينه اولا اجواء جد ايجابيه على اعتبار انه تم مناقشه جدول الاعمال الذي هو جدول الاعمال تعرف مجموعه كبيره من النقاط واللي ماشي غير العدد ديالها هو اللي كثير ولكن حتى الاهميه ديالها على اعتبار انها كتضم مجموعه من المواضيع المهيكله لتدبير مدينه الدار البيضاء. كنظن انه ناقشنا بما يكفي من 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 جديه مجموعه ديال المواضيع ما يتعلق بالنقل، ما يتعلق بالتعمير، فيما يتعلق بدفاتر تحملات مجموعه ديال المرافق واللي من خلالها ابرزت جميع الفروق مواقفها واللي في الاخير تم التصويت بالاجماع. كنظن انه فيما يخص التدبير ديال الريداك بطبيعه الحال كعرف واحد النقاش كبير اليوم رغم انها لم تكن نقطه في جدول الاعمال ولكن جاءت في تقرير رئيس مجلس المدينه واللي عرف مجموعه ديال ردود الفعل اللي كانت كلها كتصب اولا في تجويد ضروره التسريع بوتيره المراجعه ديال العقده، ثم ثانيا تجويد بعض الخدمات خصوصا ونحن عرفنا واحد الامطار غزيره اللي كلفت ما كلفت مدينه الدار البيضاء وطرحت نقاش اللي كان نقاش كان لابد اننا نطرحوه بشفافيه وبصدق باش يمكن نتلافاو ما يمكن تلافيه من اشكالات واضطرابات اللي يمكن تعرض لها مدينه الدار البيضاء، خصوصا وانه نحن مقبلون ربما اذا الله اراد ان شاء الله على امطار اخرى اللي كنظن انا لا لريداك ولا مجلس المدينه ولا السلطات كلها فهي متاهبه اليوم لمواجهه اي احتمال بما يمكن من امكانيات لوجستيكيه وماليه. اليوم كما شفتوا ان جدول الاعمال هو غني بمجموعه ديال النقاط اللي هي في صالح مدينه الدار البيضاء، وكما سبق للرئيس طلبنا منه انه يعطي الحصيله، كانت كما سمعتوا بان كان مجموعه ديال النقاط اللي مهمه لمدينه الدار البيضاء، رغم ان كنقولوا ان الطموحات ديال مدينه الدار البيضاء والاشكاليات خصها مازال مجموعه ديال التدخلات وخصنا مجموعه ديال الامور ولكن بتدخل ديال السلطه المركزيه. كنعرفوا ان امكانيات مدينه الدار البيضاء ما يمكنش لها تنفذ ما هو ممكن، خصنا لهذا كان التدخلات ديالنا كنا كنطلبوا التدخل ديال السلطه المركزيه لان عاوناتنا في مجموعه ديال المشاريع، ولكن اليوم كنشوفوا بان الحافله الجديده غتكون ان شاء الله الاسبوع الجاي، هذا مكسب مدينه الدار البيضاء مع الثالث والرابع، كاين الانفاق اللي غيتم الفتح ديالها وهذا مهم جدا، كاين مراجعات العقده مع شركات ليداك، انتم كتعرفوا التساقطات الاخيره والفيضانات اللي عرفتها مدينه الدار البيضاء، حشومه ان مدينه متروبوليه بهذا الشكل تعرف هذيك الفيضانات ويوقع ما وقع من خسائر، خص تحمل مسؤوليه الشركه اللي هي المفوضه، لذلك طلبنا مراجعه ديال العقده وطلبنا منهم التجديد ديال الشبكه ديال الاناره العموميه لان هذا شيء مهم ومهم جدا مدينه الدار البيضاء. اليوم حنا كما شفتوا ان كنطلبوا الاقتناء ديال مجموعه الاراضي باش نحسنوا الوضعيه باش نديروا مجموعه ديال الحدائق داخل مدينه الدار البيضاء ونديروا مجموعه ديال الامور اللي هي اجتماعيه في مدينه الدار البيضاء. اليوم المطرح العمومي اللي كان كيشكل واحد النقطه سوداء في مدينه الدار البيضاء غيتم الاصلاح ديالو وغيكون باستثمار اللي هو شفتوه مبلغ كبير الحمد لله. اليوم 11 34 كتار اللي كان تم الاقتناء ديالها 11 منها دابا مهيئه واجده باش تستقبل النفايات المنزليه دابا ديال مدينه الدار البيضاء باش ما تبقاش هذيك الرائحه اللي كانت كتضر السكان ديال مدينه الدار البيضاء. النفايات الهامده يعني داكشي ديال البني البقايا ديال البناء اللي كيتلاح في الزنقه وداكشي دارت ليه الشركه دابا خاصه وبتدخل تمويل من الداخليه انا تعطي واحد الطرف واحد المبلغ كبير باش نحاولوا ما امكن نحيدوا هذوك النفايات اللي كيشكلوا واحد الخطوره في الشارع العام وكيأثروا على التأثير الحضاري. هذا كله نقاط مهمه لمدينه الدار البيضاء اللي نتمناو مستقبلا ان مازال خصنا المجهود خصنا مجهودات كثيره باش نحسنوا من العيش ديال مدينه الدار البيضاء.